على النهاردة وصفة جديدة، وهنعمل صوابع زينب. معانا أول حاجة هنا هنعمل الشربات، لازم يكون تقيل. هناخد هنا كوبايتين من السكر وعليهم كوباية من المية، وأول ما يبتدوا يغلوا هنعصر عليهم نص ليمونة. معانا هنا المقادير الوصفة الأساسية، معانا هنا كوباية ونص من الدقيق السميد أو دقيق البسبوسة، معانا هنا كمان كوباية ونص زيهم من الدقيق الأبيض، ومعانا هنا نص كوباية من الزيت، ومعانا نص كوباية من المية، ومعانا هنا معلقة صغيرة خميرة فورية، ومعلقة كبيرة من السكر، ورشة ملح صغيرة. أول حاجة هنا حطينا الدقيق البسبوسة، هنحط عليه كوباية ونص برضو من الدقيق الأبيض، وهنحط كمان الخميرة والسكر ورشة الملح. هنقلب المكونات الجافة دي كده مع بعض كلها، احنا قلبناهم كويس جدا مع بعض. هنا حطينا كوباية ونص من الدقيق الابيض وكوباية ونص من دقيق السميد، وكمان حطينا معلقة صغيرة من الخميرة الفورية ومعلقة كبيرة من السكر ورشة الملح. بعد كده هناخد هنا الزيت الاول، هنغلف كل اللي في الطبق ده بالزيت، نقلب كويس جدا، مش هنضيف مية دلوقتي. قلبتهم كويس جدا هما مع بعض في الزيت لحد ما بقي شكلهم عامل زي الرمل كده اهو. بعد ما وصل شكلهم بالمنظر ده هنحط عليهم المية، بس مش هنحط نص كوباية كله، نبتدي نعجن لحد ما تبقى عجينة متماسكة معانا كده. انا خلصتها، عجنتها واخدت نص كوباية المية كلها لحد ما بقت عجينة اهي. هنبتدي بعد كده نشكلها كده كور، هناخد كده العجينة ونشكلها كده كور قد بعضها لحد ما نخلص كل الكمية دي. كده العجينة بعد ما خلصنا خالص وعملناها كور كده وسبناها. معانا هنا طريقتين للتشكيل. اول طريقة هنا معانا طبق زي كده، هناخد كده واحدة واحدة، وهنعمل كده اهو. بعد كده نلفها كده اهي، كمان طريقة تانية بالمبشرة، ناخد كده واحدة نفردها كده كويس على المبشرة، وهي على الناحية دي. بس نشكلهم كده لحد ما نخلص باقي الكمية دي. كده كل الكمية بعد ما شكلناها. هنروح بعد كده نقليهم في الزيت في طاسة على النار. اول ما الزيت بدأ يغلي كده واحنا حطينا صوابع زينب، بس لازم نتأكد انه
في وسع بينهم، يعني مش ضايقين جنب بعض، علشان الخميرة اللي فيهم هتخليهم ممكن يلزقوا في بعض. كده احنا قلينا كل الكمية بعد ما اخدت اللون الذهبي ده، خرجناها وحطيناها في الشربات التقيل اللي احنا كنا عملناه. ودي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تعجبكم.